عرفناه وحبيناه في مسلسل ولاد مفيدة بحب كبير يجي بحدنا نسيم زيدية. بالك أول مرة نجي بحذاك وحدي؟ كل مرة جي معك أي ديما متحنش بواحد معك. الحمد لله على سلامتك. عايشك. مرضت بالكوفيد؟ أي كورنت شديت الدار. كيفاش عرفت روحك سعمريف؟ من الأول الكوتش متاعي صحاب أنا وياه معناتها ديما يجي بحذايا للدار وكل دونك أمه مرضت في خدمتها تابعة الخدمة متاعها دونك عديته كعديت وهو عدين مشيت حبيت نعمل تيست وكل ما لقيت صف لطف معنى مشيت وقت فما أمبيلونس في المرسم فما صف مش نرمال معنى لازم تشد الصف وتستنى برشا وكل وليت ما مشيت عديت كونفينمان وشديت الدار على روحي وبعد مشيت عملت تيست طلع نيجاتيف بعد جمعتين. انت تيست بوزيتيف ما شفتوش؟ ما شفتوش لا اما نحس في روحي فاشل في بدني عندي شوية وجاعة في جريجمي معنتي على الوراق؟ على الوراق لا مريض على الوراق لا ما عملتش تيست طلع ايجابي لا اما حسيت روحك حسيت روحي كورنت به شنو الاعراض اللي جاوك دي كورباتور فشله وجاعة في بدني وشويه هكا نحس حاجه عندي في جريجمي هكا نذوق بالكدا نستطعم بالكدا نشم بالكدا وقت انت مريض الناس تبع فيك على انستغرام ويشوفوا في ستوريات وانت تترنى في الصاله. دونك مشى العباد لهنا لاموا عليك برشا العباد كيفاش انت مريض بالكورونا وقاعد في الصاله تترنى وتلعب في سبور وشيخ وعامل جو. بون ستوريات اللي هبطتهم هذوكم الكل نتاع الصاله واللي هبطوا الاخرانيين كلهم قدم كلهم قبل ما نمرض. قعدت معناتها وليت نهبط بعد ما عملت سبوت ما حبيتش نهبط قبل حتى كي نهبط ديما نهبط حاجات خفيف. نخاف من العين ومن الفازات هذوك دونك خليتهم الكل بعد سبوت بديت نهبط قاعد في الدار خالق ما عندي ما نعمل هكا وفما عندي برشا صحابي يقول لي يا ريتك اليوم مشيت ترينا والله ركبتها لي مشيت نترينا حتى انا نقول له راه قديمه راه ستوري عندها برشا ستوري يعني تلهيت ببدنك فما تصاور خديناهم من قاعه الرياضه اللي تترينا فيها وخلينا نعلقوا مع بعضنا هذه التصويره دونك هنا هذا نهار سبوت نهار اللي صورت سبوت انت في العاده بدك لباس عليه لباس عليه صغير في العمر قداش عمرك تو؟ تو 24 عام 24 سنه شو اللي يخليك تفكر باش تعمل سبور قبل كل شيء وتعمل بدن؟ باهي اول حاجه فما سال دو سبور كونتاكتوني باش نولي الامباسادور نتاعها وقالوا لي فما بعد شهر ونص شهرين باش نعملوا معاك سبوت ماذا بينا تبدا تخسني وبدنك مزيان وكل شيء. دونك قلت علاش لا نشوف احسن بدن نجم نعمله في حياتي. انا ملي صغير نترينا معناها جيني دي بيريود نترينا ونقص نترينا ونقص نترينا ونقص. حتى كي تشوف في ولاد مفيده هو عملت ميسكولاسيون عملت بوكس كل مره نعمل حاجه. مي حتى مره ما توفروا الظروف الكل باش الواحد يعمل بدن بالكدا معناتها كنت نترينا وساعات نترينا وحدي ما غير كوتش ونقص وما عنديش ماكله منظمه ناكل كيما نحب وكل دونك امبوسيبل باش تلقى ريزولتا به مي بار كونتر السنه توفرت لي ساله ياسر تفتق ماتريال نتاعها ياسر مزيان لي كوتش كلهم بروفيسيونيل العباد روحهم خفيفه ومعايا الكوتش حمادي علام زاد نوجه له تحيه وقف معايا بالكدا معناتها فما ايامات نقوم ما عينيش باش نمشي نترينا يكلمني يحكي معايا يموتيفيني باش نمشي الكل وديت معتز كين كين كلوب على انستغرام نوجه له تحيه زاد ديت كيف كيف كل اخر جمعه نبعث له تصويره نتاع بدني يشوف ويبدل لي شويه في الميك لكن فما حاجه ماهيش قاعده تمشي. نسيب وصلنا للصوره مثاليه وما هبطتهاش انت التصويره هذيا هاي التصوير هاي التصويره هذيا هذه ما حبيتش نهبطها ومانيش باش نهبطها وما كنتش باش نهبطها ما حبيتش نهبطها خاطر العباد شيخ اول حاجه العين حق انا معناتها كي نهبط ستوريات ديما فما حاجه تصير لي في نهاري فيها فوتوشوب هذه ولا ليه؟ لا زيرو فوتوشوب مزرق هنا ولا ماكش مزرق؟ لا مانيش مزرق ونكره الزرارق على الاخر كونتر على الاخر
اما الجينيتيك نتاعي باهي من اللي صغير معناها كي نترينا شويه بدني في ساعه يجاوب. الفتره اللي وصلت فيها للمرحله هذه قداش مدتها؟ هي سيتي بريفو 45 جور مي انا بويسك مرضت كيما قلت لك خمس ايام دونك وفما نهار قمت نلقى كريت ستوديو انا بعدت على كل شيء خاطر لازمني وحدي ونطيب ماكلتي وحدي وكل شيء وحدي. فما نهار قمت نلقى صابت شويه مطر نلقى الدار غرقت بالماء. فما نهار قمت نلقى كرهبتي مكسره وسرقولي منها لوناتات. دونك الظروف هذم الكل خلاو الدات في سيبوزي 45 جور ولدنا في شهرين شهرين وشويه. كيفاش لونترينمون هنا؟ نترينا مرتين كل يوم بريسك خمس ايام في الجمعه. داكور. فما نهارين نرتاح فيهم. وماكله منظمه بالميزان بالجرام بكل شيء وبالوقت. بعد ساعتين عندي وجبه لازمني ناكلها تك 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 ونطيبها وحدي. هذه الحاجه اللي لقيتها صعيبه. واخر جمعتين بداوا يظهروا لبدو كل ما قعدوا هكا ناقصين كعبتين. دونك كلمت نضال كلم لي ميد تي سي او فيتنس على انستغرام. مشيت عملت نهار بعد نهار نمشي نعمل نص ساعه تسلا اللي هي الماكينه اللي تتحط تخدم لبدو. بعد جمعتين حسيت فرق كبير مع الديت وسبور وتسلا. وصلت الماكله شنو اللي تاكل؟ صباح مثلا نقوم نعمل اومليت فيها اربع الابيض نتاع العظم ثلاثه بالاصفر شويه سبناخ وناخذ 20 غرام في الويسيك ومغرفه ويل دو نوا دو كوكو. هذايا بتي ديش. نقعد بعد ربع ساعه نشرب قهوتي بعد ساعه ونص كي نمشي نترينا. هذاك يبدا ما عنديش كارديو الصباح. ساعات نقوم نمشي نعمل كارديو على الخوي نتعدى نعمل نص ساعه تسلا وبعد نروح نعمل الاومليت هذي. لا كسكسي لا مقارونة لا سلطة شوية لا جملة لا سكر لا حتى شيء حتى شيء حتى شيء. من الأول كي بديت نترينا كنت مع دارنا معناها ما يبويسكو هما كل مرة مانيش باش نحكم عليهم زاد شنو يطيبوا شنو ما يطيبوش في الدار. دونك كي باش تعرضني الماكلة وكل وليت جبت روحي ومشيت كريت وحدي باش لا تعرضني لا مقرونة لا كسكسي لا حتى شيء. وفي الأخر بالكل وصلنا للمرحلة اللي عطيت فيها النتيجة في سبوت حضرته والنتيجة هذيا خرجت في فيديو عملتها بالشراكه مع الصاله اللي تترنى فيها. هذا الفيديو اللي عمله نسيم زيديه بعد ما عمل الترانسفورماسيون الكبيره اللي صارت. I don't know what that dream is that you have. I don't care how disappointing it might have been. As you've been working toward that dream. But that dream that you're holding in your mind, that it's possible. باش نبقاو في سبور باش نعملوا لعبة فورتنايت دانسة. نسيم زيدية باش نجربوك توا في الرقص مع دانس فورتنايت. Had me out like a light, ayy, like a light, ayy, like a light, ayy. Slept through the flight, ayy, not for the night, ayy. 767, man, this shit got double bedroom, man. I still got scores to settle, man. I crept down the block, made a right, yeah. باهين برافي باهين باه
كيفاش لقيت روحك؟ سافا 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 بليز وما سافا. نسيم في الفورتنايت دانسا. نسيم، ألبوم تصاور حياتك باش نختاروا منهم شوية تصاور باش نحكيوا عليهم. باش نبداو مع التصويرة الأولانية بالكل. الصورة الأولى عريان يا ياد ملايكة ملايكة. نسيم وين تولد؟ تولدت في تونس في السنتر فيل في والله نسيت شنو هو الاهلي اوبيتال ميليتير. اي تولدت غادي. الوالده شتخدم؟ امي تخدم انفيرميير اما تابعه الامن تابعه وزاره الداخليه وبابا كيف كيف. والوالد في العائله انتم قداش من واحد؟ هذه الوالده؟ هذه امي. عندك شبهها منها؟ تشبه لها برشا؟ تشبه لها. و انا وبابا واختي. معناتها زوزك هاو انتوما في العائلة؟ هنا في اختي اكبر مني في الروضة. هنا في الروضة؟ اوكي. مدلل كنت وانت صغير ولا ليه؟ مدلل. مدلل 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 لما يخافوا علينا برشا دونك كانوا كبسين علينا شوية. هذا أول نهار مشي للمكتب. كنت بصحتك شوية؟ اي بطبوط صغير هكا كعبور. أول نهار مشي للمكتب. شو في العمر هذا حلمك باش تطلع؟ كي يسألوك شنو تحب تولي في العمر هذا؟ في المكتب. في البريود هذه كنت تفرج برشا في الكوميكات وتفرج برشا في الافلام تاع وولد ديزني دونك نهار نحب نولي تارزان نهار نحب نولي سبايدر مان. شو اللي صار باش تحطت قدامك اول كاميرا في حياتك؟ عندي طفل صاحبي علي امه صحاب مع رؤوف كوكا. كلموا باش يمشي يصور سبوت بيبليسيتير نتاع كلاس. تاع كلاس. اي كبشت فيه قلت له باش تهزني معاك وعايش خويا ونحب نمشي ونحب نشوف الجو كيفاش وكيفاش يصور وخاطر عمري ما حضرت في تورناج. مشيت هزني معاه كي شافوني الجماعه شيخوا عليا محلاك وعلاش ما تجيش تصور حتى انت معاه. عادينا نهار كامل نصور محلاك اغزر هكا اعمل هكا يزي بلا حس درا شنيا نهار كامل نصور وروحت فرحان مش نورمال. قلت سي الحلمه بدات تتحقق. بتعطينا التصور بتاع السبوت؟ صادفنا لحظة على غفلة ما نستناش نخلط على اللحظة اللي تجري ونخلق لحظة ما تفاش. نهار كامل نصور كي جيت نتفرج في سبوت وروحت نحكي لأمي وقلت لها مثلت وولدك باش يطلع في التلفزة باش نتفرجوا في سبوت لو جوينك وينك. ألور شطر وجه؟ شطر وجه سيلويت في الفلو من البعيد. وهنا أنت فلوك. كانت لك شوية خيبة أمل هكا هك شفت؟ اي فمي وخشمي حتى عيني لي. برشا خيبة أمل مش شوية. قديش خلصت عليه سبوت هذايا؟ 100,000. 100,000؟ اي عملت جو وقتها. 100,000 شبيك. من بعد؟ من بعد عندي طفل صاحبي محمد يقرا اوديو فيزويل كي خويا نحبه على الاخر. كان يعمل دي بروجي نتاع فان ديتود هكا يعمل فيلم قصير حاجه يعيط لي ديما نمثل فيهم انا. مره ولا صحابه مهدي هميلي وكلمه باش يخدم معاه فيلم. كلمني انا قال له عندي طفل صاحبي خلينا نجيبه لك وكل راهو باهي وينجم يقد روحه وكل. مشيت قابلت مهدي هميلي وقعدنا نبرفو جمعه كي كان نمشيو بروفيت. فيلم كان فيه برشا ممثلين وقتها مازال مش معروف حد. كان فيه ايباء هملي خلود جليدي بيا مظفر برشا حاسين كلنا دي جون طالعين نحبوا نمثلوا وانا اصغر واحد فيهم. دونك عملت جو على الاخر كملنا الجمعه بروفيت. كلموني نهار الاول مشيت صورت. كلموني نهار ثاني مشيت صورت. نهار ثالث ما كلمونيش. نهار الرابع ما كلمونيش. نهار الخامس كلمتهم ما هزوش. نهار السادس كيف كيف. بعد كلمت صحابي قلت لهم يا اخي شنو الحكايه؟ قالوا لي راهو الفيلم بطل ما عادش باش يكملوه. معناتها من سبوت بستر وجه الفيلم ما كملش من المفروض واحد يحس على الاخر دبرمت برشا ما عادش
معناتها الحاجه اللي كنت نحبها ونحس روحي نحب نوصل فيها وكيسايي وحسيت روحي قريب نوصل نلقى روحي عاودت بعدت كومبليتمون. دبرمت شويه ما عادش نحب ندخل نقرا. وليت نفسع برشا من القرايه، عملت شويه خلط في سدين. سد؟ كفست شويه فهمت. دونك قالت لي تحب تقابل ظافر؟ قلت لها فاش تحكي هذه تخرف عليا بس. قلت لها هاي نحب نقابل ظافر. قالت لي باهي كان قابلك بظافر تطلع تقرا في ليبيا وكله وتشد رجله وكل شيء. قلت لها انت قابلني بظافر وش يهمك في الباقي معناها. بعثتني افكتيفمون عندها زميلها يخدم معاها يسكن بحدا دار امه. بعثتني ومشيت. ما ننساهالوش الحكايه هذه الجمله. دخلني لداره معناتها هو ماك تعرفوا البريود هذيك في سكسي كبير، حتى كي يجي لتونس يعدي جمعه جمعتين يعديهم مع العائله ويرجع لخدمته ويرجع يخدم على روحه. معناتها كيفاش لقى لي الوقت وقت هنا ما يعرفني حتى حد من غير مقابل، دخلني بحذاه للدار بحذاه امه وصغاره يلعبوا وقعد يحكي معايا ينصح فيا على القرايه وقال لي راك نجم توصل معناها جوست اقر على روحك وحاول اومين طون تشوف حاجه في تونس وكان ظروفكم الماديه ماهيش باهيه برشا معناتها بعد ما تاخذ باك وكل اعمل خدمه باهيه ونهاريخ ان شاء الله كان حتى توصل لمصر انا نشوف الكونتاكت ويت حاسيلو حلي في الجنه ذريع معناها انا كنت ما تشوف ظافر لو فيت اني باش نشوف ظافر كانت حلمه معناها وحاجه مستحيله وصعيب باش تتحقق كي تحققت الحاجه هذيك وحكي معايا هكيك ودخلك لداره معناتها كان ينجم يستدعك في قهوه كان ينجم اي كان ينجم يقعد معايا درج درجين حتى بالتليفون وكها رالو بها برشا الفازه هذه بعد ما قابلته قلت لامي هاي يهزني لقليبيا ونحب نصلح روحي ونحب نرجع نشد الرجله وكل شيء مشيت لقليبيا ورجعت نقرا وامي طون قعدت عندي محمد هذا كي خويا هو اللي شاف لي فاز الكاستينغ قعدت كنقول له ديما نبعث له ميساجات شوف لي كاستينغ شوف لي كاستينغ راني حتى حكيت مع ظافر قال لي شوف كاستينغ باهي ظافر بعث لك فيديو شوفها مع بعض نحب نقول لنسيم قبل كل شيء مبروك على نجاحك الكبير في مسلسل أولاد مفيدة وعلى تألقك وإن شاء الله ديما هكاية اللي نعرفه على نسيم أنا قابلته من 6 سنوات قبل بدايته في أولاد مفيدة قبل بدايته يمكن بسنة ولا بسنة ونص من خلال صديق مقرب لعائلته ولعائلتي وكان وقت نسيم يحب ياخو يعني كما نقولوا فكره على مجال التمثيل في تونس وكيفاش ينجم يبدا كانت عندنا كما نقولوا قاعده مع بعضنا حكينا مع بعضنا عطيته وجهه نظري وتبارك الله عليه يعني بعد شفته بعد سنه ولا هي سنه ونص في بدايته في أولاد مفيدة وقاعد نشوف فيه كما نقولوا من حسن الى احسن عنده امكانيات كبيره واهم شيء عنده هو التواضع وهو حبه لخدمته وان شاء الله كان يكمل هكايا ينجم يوصل كما نقولوا البلايص حلوه برشا ويحقق الاحلام اللي عنده واللي نعرف عنده احلام كبيره وطموحات كبيره نتمنى له كل التوفيق ونشجعه على كل خطوه ياخذها. حبي الخدمه والتواضع كلهم تعلمته من عنده هو بالحق بدل لي حياتي بدل لي حاجه كبيره في حياتي على الاخر. ميرسي على الفيديو هذه وميرسي ظافر على الفيديو نشكره برشا على التواضع نتاعو اللي حتى بالسكسي اللي عمله الكل في حياته مازال واقف على ساقيه في القاعه ومازال متواضع ويحكي وينصح العباد وكل ان شاء الله نهار اخر اللي تعلمته من عنده ان شاء الله نجم نعديه لعباد اخرين ونعلمه لهم كيف ما هو عمل معينا وخلق توا ممثل ينجم يوصل في حياته ان شاء الله زاد انا نفس الحكايه نعملها مع عباد اخرين. علاش ايمي هكا؟ خاطر تشوكيتني ما شوكيتني ما كنتش نستنى في فيديو من عند ظافر معناها اكثر انسان نحبه في حياتي معناتها كان اللي دول القدوه اللي نحب لتو معناها ليومنا هذا نحب ان شاء الله نوصل نولي كيفه ونعزه برشا قلت لك كان مش هو راني تو كنت نجم نكون في الحبس ولا كنت نجم نكون صارت لي اي حاجه فهمت دونك تتقابلوا شويه تو ولا لا؟ بون الحقيقه ما قابلوش نحشم حتى باش نبعث له ميساج خاطر ديما لاهي فما مره ظهر لي نتذكر جا لتونس هبط ستوريات اللي هو باش يجي لتونس قلت له مرحبا بيك في تونس وكل هذا اول مره نحكي فيها بعد ما نصحني راه معناتها بعد 4 سنين ظهر قال لي عايشك ودرا شنو وقعد يحكي معايا وقلت له تتذكرني قال لي بيان سور نتذكرك وبرافو في اللي تعمل فيه ويقعد ينصح فيا ديما
حتى اليومين هذا معناتها على انستغرام نحكي وديما ينصحني نهبط التصويرة يحط لي جيم ممكن تظهر لك حكايه فارغه عندي انا حاجه مش نورمال. به وقت الوالده حبت تهزك الظافر هاي. حبت تهزك باش ظافر يغرمك بالتمثيل والا حبت تهزك باش ظافر يبعدك على التمثيل؟ هي حبت تهزني باش نقرا على روحي. هي طلعت من بعد انا حسب ما فهمت طلعت متفاهمه مع الدكتور بن يحيى نوجه له تحيه طلعت متفاهمه هي وياه ما تحكيت معاه وحكي الظافر باش الظافر يقعد ينصح فيا على القرايه معناها معناتها هي اللي عملته الكل تحبني نرجع نشد قرايتي وكل شيء حتى كي مشيت لها من بعد قلت لها راه قبلوني في كاستينغ وكل شيء كانت شوكيت ما فرحتش رحت ماذا بها ليه ماذا بها نكمل نقرا يسوختو وقت انا وصلت لقليبيا وسير رجعت نقرا وموانيتي باهين بالقدا وكل دونك خافت لنعاود نضيع. خدمت اولاد مفيده في الاصل مشيت الكاستينغ مع واحد صاحبك نفس الشيء كما العاده كنت عارف اللي انت باش تكون واحد من نجوم رمضان باش تكون بطل في مسلسل؟ الحقيقه ما كنتش عارف حتى كي مشيت وكل اول ما مشيت للكاستينغ اعطاني سيكونس قال لي شد حذرها ما فماش برشا عباد غادي لاسيستون هنا لاسيستون موتي يعني اعطاني سيكونس قال لي شد حذرها بالكدا وادخل نعمله كي شديت الورقه هذه والله بديت نحفظ ونحضر وكل شيء ونتلفت لمحمد نقول له هاك خير ولا هاك خير قول لي اعمل هاك خير ونجربوا 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 من بعد كي جيت قدام الباب قلت توانا هذه حاجه نحبها على الاخر معناها توا يا ندخل ونعطي ما عندي بالكدا ومن بعد سور معناتها فما امل راهم باش يكلموني يا زيد باش نضيع له وقت ونضيع وقتي وخلنا نمشي نروح على روحي خير افكتيفمون دخلت له قال لي تحب الاولى نجربوها من غير ما نصورها قلت له لا صورها الاولى راني مش قدها بالكدا قديتها بالكدا الحمد لله كي روحت رجعت لقليبيا قعدت 3-4 ايام في مخي الحكايه ما تنحاتش لازم باش يكلموني باش يكلموني باش يكلموني تك نقص تليفون كلموني هزيت قال لي اسمع راه مش يقولوا لك قبلناك اما باش تجي تعدي دوزيام كاستينغ مره اخرى دوزيام كاستينغ؟ اه فرحت مش نورمال فرحت مش نورمال بعد كي مشيت نلقى عاد نلقى سامي الفاهري وربي يخلص واحد ان شاء الله وسوسن الجمني وصادق حلواس وحسام الساحلي وبرشا ممثلين اخرين. مدين لسامي بالشهره نتاعك؟ بيان سور بيان سور سامي خذاني وقت اللي انا ما يعرفني حتى حد وقت اللي كان ينجم اي واحد ما حتى واحد اخر ما كان ينجم يعطيني فرصه هو خذاني كيف ما انا من الكاستينغ ما خممش العباد شنو باش تحكي ولا شنو باش يقول وجابوا من الشارع ما خممش هذاك الكل ومسؤوليه كبيره معناها حطني في بيرسوناج برانسيبال في مسلسل جديد باش يبدا به بعد مكتوب مدين بالطبيعه نقعد حياتي كل مدين. جت مرحله ابراهيم وفي المسلسل الشهرة كيفاش حسيتها أول مرة؟ ما نكذبش عليك قبل كي كنت مغروم معناتها نحب نمثل ومغروم بالتمثيل على الآخر ما كنتش نعرف الشهرة معناتها حتى كي نمشي في الشارع ما امبوسيبل يعرضني واحد معروف ولا ما نعرفش الشهرة شنو هي تنجم تكون في شنو هي تنجم تتسبب مع واحد صغير في العمر وكل دخلت بعدي مش نورمال دخلت بعدك؟ دخلت بعدي دخلت بعدي ما عادش نحب نخرج للشارع ما عادش عندي كونفيونس في روحي نحس العباد نقول هذوكم باز يعجبهم ابراهيم ما يعجبهمش نسيم دونك انا خفت دخلت بعدي ما عادش نحب نخرج والناس كل الناس كل هي بيك معناها الناس تبدا تمشي في الشارع معناتها العباد تستناك مشهور ولد مفيد ومسلسل ناجح تستناك باش تلقاك تدور في مرسيدس في بنتلي حاجه كيك ونبدا نتطلفع على سقايا معناها في الحومه دونك كالغزره هذيك خوفتني شوية ودخلت بعدي وصلت حتى نمشي لبسي من بعد مشيت لبسي؟ خايبة الشهرة في عمر صغير خايبة برشا حتى غزرة العبيد قلت لك الناس الكل يطلبوا فيا ما عادش نعرف شكون اللي يحبني وشكون اللي ينافق فيك تعرفش ما عادش نجم تفرغ وانت صغير في العمر يعني. حتى شخصيتك ما زلت ما تكونتش حتى ثقتك في روحك ما زلت ما كسبتهاش بالكدا معناتها مشيت تتعالج عن طبيب نفسي بسبب الشهرة بسبب الشهرة معناتها كي وليت معروف نمشي نقرا في ايكول بريفي خاطر باش يجيو اي ام اتش نغيب فيهم باش نمشي نصور كي مشيت للايكول ما فما حتى حد يعرفك انا نسيم معناها ما عنديش صحابه كان نعرفهم من قبل ما نعرف حد كلهم ابراهيم معناها في مخاخهم فهمت دونك تضيع روحك ما عادش حاب نمشي نقرا ما عادش حاب نمشي فيسبوكك يجيوك رسائل عجيبه غريبه برشا من نوع فما اللي يقول لك ماكش تعتبر فيه
جابوك من الشارع ولا انت جوست تمثل على خاطرك بوغوس؟ توجعك تمثل على خاطرك بوغوس؟ والله حتى... خاطر نعرف روحي نمثل مش على خاطرني بوغوس، معناتها فما 7000 بوغوس خير مني بألف مرة، معناها العينين الزرق والشعر الأصفر، معناتها فما برشا عبيد خير مني. أما تبقى معناتها الكاميرا اسكو تحبك ولا عندك القبول ولا لا؟ بيخي بوغوس الحلقة الأولى، الثانية، سيزون الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، إذا كل بوغوس معناتها حتى الخامس سيزون ليه. وان بليس عملت حتى التجربه في تاج الحاضره، ما تشوفني مخيبني معناها بشليغ، عمري ما كنت بوغوس، معناها كانت تجربه مختلفه، رول صغير اما تبدلت كومبليتوم. معناها فما بعض الممثلين يكتبوا دي ستاتيو عليك ساعات هكا من غير ما يسميوك، خاطر كنت جابد روحك من نوع بيوضي ماهوش نتاع ولاد مفيده. قريتها هذا قريتها. فما ممثل اللي كنت نحبه برشا يدول كيما نغزل الظافر هكا شوي، من بعد كي مثلت في ولاد مفيده عرضتني ستاتيو، جابت هو لي اختي توري لي فيه، قال تو هذا نتاع التمثيل جايبينه من الشارع ودرسني. وقت لي هو بيدو اول ما بدا يمثل ما انت جابوه كيف كيف من الشارع ومثل زوز ثلاثه حاجات ولا يحكي على العباد الجدد هكا، فهمت؟ يقولوا لك انت ما تنجمش تكون ولد مفيده؟ يقولوا لي يقولوا لي، اما بار كونتر انا ولد حومه شعبيه، معناها هاني قديتو بالقدا الدور. انا حتى موتيع كي محمد بعث له البروفيل نتاعي كي دخل شافه، شاف تصاوري يلقاني هكا بيوضي شويه وكل، ما قال لك هذا تو بتاع ولد مفيده فك علينا. قعدوا يلوجوا يلوجوا على البيرسوناج، من بعد رجع الميساجات اللي قدم كلمني وليت مشيت. معناتها عمري ما كنت قاعد مثل اليوم على خاطرني بوغوس. ليه شنو علاقتك بليفان؟ علاقه طيبه طيبه طيبه. نتأكدوا من العلاقة هذه في الفيتير هذا. تامي جابولي شوية من العباد اللي نحبهم ويتبعوا فيا، وهاني لبست تكنيسيان نتاع ضو باش نعمل لهم سيربريز ونشوفوا شنو هي الرياكسيون نتاعهم. هاي نسيم يعجبني على الاخر الحق، انا فاهم بيه على الاخر، وش خاص كان معناها راه اون فاس، ويعجبني على الاخر محليه. هنا واحده من الفام تاعو نقولوا محليك على الاخر بدنك. يعجبني يعجبني التمثيل نتاعو وكل سيزون يتقدم فيها. يعجبني يسر في ولد مفيده كل سيزون معناها. انا نحبه نسيم خاطر مشكلي بوغوس. نسيم يعجبني في بدنه تمثيله، يعني مش كيف نسيم زايدية في ولاد مفيدة واحد كما نسيم في ولاد مفيدة خمسة. يعجبني معناها برشا برشا ونحبه برشا، من نحسه من أحسن ممثلين معناها مثل بالكبير في ولاد مفيدة. نسيم نحبه برشا، تنجم تقول الطفل اللي نحبه أنا في حياتي كما نسيم بالضبط، كبروفيل ككل شيء عندي برشا نتبع فيه. نحبه برشا، نحبه يجي عيد ميلادي. جوايوزا محلى زينك، حتى انا نحبك برشا، وهو اصلا كله محلاه يعني كل شيء باش يعجبك فيه. شنو عامل؟ نحب نقول له راني نحبك برشا، وتخاص كان راك اون فاس ونعملوا تصويره وكل، وراك بالحق طفل ياسر محليك. يا وليد مصعد تاعي. نحب نقول له ربي معاك وربي يوفقك في اي حاجه تعملها. سبا حلاج بيك ثلاثة مرات نورمال، انت جاني في حلمي ثلاثة مرات نورمال، في مخك تجيني في حلمي ما تجينيش في الحقيقة، مش معقولة راهو هذا حتى في مخك. انت تفر شوية. اوي مين جاي؟ لا جس نقول له فما برشا بنات يحبوك ويتمنوا لك الخير في حياتك، وان شاء الله ديما ديما في حاجه من خير وديما الفوق وياسر تاب. والله تاب تقول لي في وجهي كمان. من اعز لي مومون في حياتي والله.
نحب نشكرهم برشا اللي جاوا، ونحب نشكر حتى الأولياء نتاعهم اللي خلوهم يجيوا. أكثر حاجة تفرحني، أكثر حاجة ما نعرفش، ساعات تبدأ في دي مومون تسمع كلام خايب، تقرأ دي كومنتير خايبين، ساعات نقوم صباح نبدأ مانيش في المود، نحل ميساجات متاع الانستغرام نشوفهم هما شنيا باعثين لي، نهاري كل يتبدل، نهاري الكل يتبدل، الثقة ترجع، كل شيء يرجع. مولود نهار 29 فيفري 1996، معناتها أنت من الناس اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم مرة في الأربع سنين. مرة في الأربع سنين؟ وي. بالحق تحتفل به مرة في الأربع سنين ولا تحتفل ليه. كل عام؟ نحتفل كل عام، قبل كي كنت صغير كانوا يعملوا لي عيد ميلادي كل عام، أما هوكا كي يبدا عيد ميلادي نتاع 29 فيفري يعملوا لي عيد ميلاد كبير وتجي فيه العائلة الكل. بعد كي كبرت الحقيقة ما عادش ياسر حفلات وعيد ميلادات. برج الحوت، برج عادة يقولوا عليه أنه ما يقعش بسرعة في الحب، أما مخلص في الحب. صحيح. عندك الميزة هذه فيك أنت؟ عندي. قداش عشت من قصة حب؟ قصة حب، حب معناتها بالحق والإنسان كبير وحدة برك، أما فما برشا قصص متاع صغر من. أول مرة كانت عندك صديقة؟ أول مرة عمرك؟ 12 سنة. كنت تقول هذاك حب ولا جوست وقتها حب لا يرى الشمس؟ حب مش نورمال والله، أما توا صغر بالطبيعة، توا صغر. ووقتاش عرفت أنها هي مجرد صديقة، أما كنت أنت تتوهم فيها في مخك أنها حب؟ احنا أنا عرفتها في قليبي. إيه؟ وأنا من تونس وهي من تونس زاد، تقابلنا في قليبي، هيك شخنا على بعضنا، حبينا بعضنا صغار وكل شيء، وفيه ثلاثة شهور متاع الصيف كل واحد رجع لحياته. حب تعصيف هذا؟ اي حب تعصيف. حب تعصيف. الممثلة اللي حكيتنا عليها، الممثلة اللي خدمت معاك في ولاد مفيدة واللي جمعتك بها قصة حب، دامت قديش؟ عامين. دامت عامين، تسمى أطول فترة تبقى فيها مع طفلة ولا لا؟ أطول فترة. هل كان حب؟ كان حب. هل تحب تسميها؟ بكشي ما تحبش اون بليس، اما توا قعدنا على علاقه طيبه، معناها تسال عليا نسال عليها. مثلت معها برشا في المسلسل. في الدنيا ممكن هذيك اللي خليت العلاقه في ساعه تتكون وفي ساعه تركب، اللي احنا زوز صغار وزوز عنا ادوار رئيسيه في مسلسل معروف وناجح في تونس بالكدا، وعنا علاقه في المسلسل ببعضنا، دونك ممكن هذيك اللي خليت الحكايه تزيد، خلتنا نزيدوا نعيشوا الحكايه اكثر ونزيدوا نغطسوا معاها. بديت نتخيل فيها، قلت بديت تخيلها توا. انت في علاقه، في بدايه علاقه ولا ليه؟ لا والله لا، حتى بدايه علاقه حتى ليه؟ بديت علاقة علاش؟ ما لقيتش بنت الحلال. باش نعاونوك باش تلقى بنت الحلال. باش نعاونك باش تلقى بنت الحلال مع فتاة الأحلام. نسيم زيدية، فتاة الأحلام، الاقتراحات: سلمى محجوبي، مريم بوقديدة. زوز مثلت معاهم؟ زوز مثلت معاهم. الأقرب إنها تكون فتاة أحلامك؟ والله زوز نحبهم برشا وصحاب معاهم، ما نكذبش عليك. سلمى نعرفها ملي صغير بريسك، ملي أنا في الليسي قرينا فرد الليسي، دونك صحاب معناتها الأكثر كي أختي سلمى، دونك نتصور مريم. مريم. رغم اني برشا اشاعات خرجت انك على علاقه حب مع سلمى محجوبي. اشاعات. دونك مريم بوقديده. مريم بوقديده. تو باش يخرجوا اشاعات علي انا ومريم بوقديده. لا برشا اشاعات باش يخرجوا، خليك معايا. باهي، دونك مريم بوقديده. ساره الحنيشي. ساره كيف كيف صحاب انا وياها برشا ونحبها برشا. سامحني ساره، اما مريم. باهي. سميرة مقرون نحبها زادة برشا، مشكلتها سميرة معرسة ليه؟ مريم دونك. اوكي، دونك لأنه سميرة معرسة باش نمشيو لمريم، ما فما حتى مشكلة. اوكي، دونك مريم، نستحفظ على مريم فقط لأنه سميرة معرسة. باهي. حنان شكراً. حنان. حنان. حنان.
علاش فضلت حنان على خاطر نحب طفله سمباتيك وهكا محليها روحها خفيفه دونك فاتت احلامك حنان شكراني لحد اللحظه هذه اوكي حنان شكراني ليلى بن خليفه سامحني حنان ليلى وين خفت الدم اللي تحكي عليها مشيت ليلى بن خليفه تفتق ليلى محليها رانيا الجبسي رانيا محليها زيد نحبها برشا اما ليلى ليلى إيبي إيبي صحابي انا وإيبي بنقدي اما ليلى الغنجة سهير بن عمارة هذا سهير محلين سهير مازلنا كيخدمنا مع بعضنا سبوت معنيش برشا محلية سمباتيك أما ليلى ليلى به أوه نموت عليها عايشة ملي والله كنت صغير مضروب فيها مش نورمال والله كي كبرت مازلت ولا ليه؟ اي مازلت مازلت دونك لا عايشة 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 بن احمد نجلة بن عبد الله مشكلة نجلة والله نجلة نجلة ياسر نحبها ياسر كلاس ياسر مزيانة ياسر محلاها ما نجلة مقبلة قلت معرسة نجلة كانت معرسة نجلة كانت كانت ما عادش نجلة أكبر منك ما يسالش نموت عليها نجلة ولا بالحق ياسر نحبها نجلة عندها صغيرة عندها دنيتها نحبهم زادة ما يسالش نجلة ما تحبش الصغار قالت لي بكش تو نكبروا مسيرش مازال الوقت بكش بدل الراية مين تعرف دونك فتاة الأحلام بالنسبة لنسيم زيدية هي نجلة بن عبد الله نجلة بن عبد الله نسيم في القنص شنو أمورك؟ قناص ولا ليه؟ والله ما نعرفش تو نجربوا ونشوف وجبت لك منافس شرس في القنص شكون؟ أنت ومصطفى حواس في لعبة القناص ما تحفه حليت مش تعرف مصفى اي عطيني هدي انا جاي للفوز نسيم تبارك الله عليك خويا عملهم كل شيء خذوا بلايسكم عملهم الكل ناقص نهار لحد ما فيك حد وليني ضل استعدي والله مصفى وقت اللي انت تضرب لون ماهوش نتاعك النقطه تحسب للطرف المقابل وكي نضرب اللون اللي هو نتاعي اللي هو نتاعه الاصفر صفر اوكي واضح ميرسي هدي اوه نضربوا فليش فليش اي استنى هو ركبت عليها نقطة نقطة لمصطفى انت الروز ابعد شوية نسيم عادك ما بعد ها هو الخط منين تحب من هنا كيفي هنا مسكين نسيم مش نعمان يا ربي يا ربي هذيك مش كي تجي في تحفه تتحسب ولا نعم تحفه ليه نقطه متاعي سي غراس افو سي غراس افو ميرسي عمرو هذيك اي ترى ورينا هاي 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 قد ايه نعملوا العجين نعاودوا وبطبيعه في اللعبه هذه اللي ربح هو مصطفى حواس ماشي نسيم عنا بارودي بارودي سبيسيال لك انت مع مهدي ارتويم في البارودي ديما مهدي يجيب حد يكون قريب لك شكون حسب رايك الشخص اللي باش يجي مع مهدي ارتويم في البارودي حسب رايك حتى فكره
ما عندي حتى فكرة. فما ساعات يجيب الأم، ساعات يجيب الخو، ساعات يجيب البو، ساعات يجيب صديق. واحد من العائلة ما تصورش، صعيب شوية. بالحق؟ ما نعرفش. صديق شكون؟ والله لا نعرف. فما حد يعني لك برشا باش يكون حاضر في بارودي مهدي أرتويما. باه اش قولك؟ ما لقيت ما نقول من قبيله لبرا ستريسي نقول اش بيهم خرجوني يا اخي اش فما يا اخي اش فما يا اخي اش فما خايف جبنا لك الوالده الكريمه مفيده نحبك 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 برشا عايشك عايشك اللي يجيك اكل سيربريز والله باه وحيده الميكرو نتاعك اجا بحذايا هنا وحيدة جد عليهم الحكاية الأم والأولاد والعائلة والقصة المسلسل وفاة رمضان يوفى ونرجع لواقعنا هو عنده عيشته والأولاد الأخرين عندهم حياتهم باقي أمهم هما ديما أولادي خاطر هذاك إحساسي اللي هما أولادي ونحبهم برشا كما هم يحبوني برشا موت على ربي فضلك لينا يا رب أما شوف خلينا نستفهم أنه هو
دور قصة وفي الواقع كل واحد بعد ينطلق لحال سبيله. صحيح، هو قصة دور كل واحد يعيش حياته، أما ديما هما كلهم في قلبي وأنا ديما في قلوبهم. أولاد مفيدة، أنا خدمت برشا أدوار الأم مع برشا برشا، يعني اللي كانوا بناتي كانوا أولادي، لكن ثلاثة أولاد في أولاد مفيدة هم أولادي بالحق. بالحق بالحق، أنت يا أمنا بالحق، ونحبوك ونموتوا عليك والله. جريد العش، جريد العش. نسيم، المرأة هذه السيدة هذه شنو تعني لك؟ برشا، تعني لي برشا. أمي في الدار هي نادية، كي نخرج لبرا أمي هي وحيدة معناها، بس كل يعرف من اللي بديت أيامات التصوير، معناتها أول ما بديت نصور وكل شيء، ياسر نمرجها بالأسئلة، أمان أمي كيفاش نجم تبكي، كيفاش نجم درشني، كيفاش تعمل درشني، وهي توسع بالها وتحكي لي كل شيء وتعلمني قد ما تنجم. حبها برشا ونقدرها برشا، ردي فضلك لهم. قديش فخورة وقديش خايفة عليهم؟ أنا فخورة بهم الكل، على خاطر نعرفهم في الدنيا، نعرف أخلاقهم، نعرف تربيتهم، نعرف كيفاش يخموا، نعرف اللي هما عندهم مستقبل كبير أكيد. وخايفة عليهم من برشا حاجات، نعمل كما الأمهات التقليديين، نخاف عليهم العين، نخاف عليهم من برشا حاجات، وديما نتبع في أخبارهم. نحب بوسة كبيرة لنادية بالطبيعة، وأمهات نضال وأم ياسين. واضح. وحيدة الدرية، شكرا، بربي تحية المهدي أرتوام على المفاجأة. تحية خاصة لـ VIP موتورز على الخطايا اللي جابوهمنا، والحاجة المهمة بالنسبة للمجموعة ذوما إنكم باهي تكسب موتور، باهي تعمل رياضات ميكانيكية، ترد بالك على روحك، وديما تكون مؤطر مع مجموعة، وخاصة أهم حاجة هي الكاسك هذية اللي هي ضرورية 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 في السبور هذية. دونك تحية خاصة لـ VIP موتورز. حبيت هدي ساعة نحيي مهدي أرتوام، على خطر أول مرة في حياتي نغني، ما نغنيش أنا، ما نعرفش نغني، تعب معايا ليلة كاملة. واثنين، تحية للأولاد على الموتورات. أنا فما مرة نصوروا نضال على موتور، قال لي روح بك على موتور، قلت مستحيل نصور روحي نطلع على موتور. دونك على خطر عيني نسيم، نحبه برشا، نعمل أي حاجة. أي شكرا، بفضل. جيت خصيصا لكن أنت، وقالت أنا على خطر نسيم ندخل نغني له ونخرج على روحي. شفت تواضع الكبار، يلزم بارشا يتعلموا. وحيدة بارشا بارشا، نشكرك، يعطيك صحة منورة اليوم، محليك. شكرا مهدي أرتوام، شكرا نسيم. نحب زيادة كيف نشكرك، خليكم تخرجوا مع بعضكم نسي الكل، على خاطر بالحق اللمة محلها. شكرا لكم، يعطيك الصحة. ونسيب عندك مستقبل كبير، يعيشك. وحيدة الدريدي، ربي يفضل، انت فنانة كبيرة وتبقى كبيرة، الله يخليك، يعيشك. مهدي ميرسي، VIP موتورز، يعطيكم الصحة. شكرا لكم، شكرا لنسيم، بالتوفيق، يعطيكم الصحة. ميرسي، ميرسي بوكو، عايشك. كهربا تمشي كهربا تجي، ترجع لنا الجولف 7، المرة هذه سومها 92 مليون و 980. الكهربا هذه تنجم تكون من نصيبك، سهل برشا، تبعث لنا حرف A على الرقم 85 810، A على الرقم 85 810، حظ سعيد للجميع.